صوتك لشاذ وحش قوي، مش عارف اسمعك، جالي تحلب في وداني. تحلب كده يا ماما؟ يلا نجرب تاني. يعني مش هينفع اشترك في المسابقة؟ هنشوف هنشوف، يلا نجرب تاني. يلا رولينج 3 2 1 اكشن. قلبي ثانية واحدة، بي فرحان. قلبي فرحان. قلبي فرحان علشان في يسوع شرارة. هفرح فتح باب البالونة وهبقى. حرام عليكي. ستوب. قلبي فرحان ايه ده؟ انا قلبي بيفرفر. حرام عليكي، ده مش صوت ينفع ابدا، دي مسابقة الصرف الصحي. عايزة صوت احسن من كده. لا مفيش امل ولا سعاد ولا اي حد. اسمعي الترنيمه تاني وقولي زيها من فضلك. جاهزه يا استاذه؟ ماشي هحاول هحاول يا نمنم. معلش معلش يا نمنم. يلا بينا. قلبي فرحان، قلبي فرحان علشان في يسوع بتمر ساعات وصواني. يلا كده كفايه، يلا بيفرح مطاني علشان ربي فداني وساكن قلبي يسوع. قلبي فرحان تيرالم. قلبي فرحان، قلبي فرحان. خلاص كفايه، استوب استوب. منك لله، صوتك وحش يا ماما. بره. ايه يا ولاد ازيكم؟ حلوه يا دي. حبيبتي في ايه بونبوني؟ يا لولو الحقيقي يا لولو. مالك يا ماما؟ احلامي اتحطمت على صخرة الحقيقة. مستقبلي ضاع. قصدك كواليسك. انا خلاص مش احلامك. نمنم ثانية واحدة. خلاص يا لولو بونبوني بطلي عياط. انا خلاص خلاص اروح اشتغل كروشيه. لا 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 بيزغني. نمنم واجهني بالحقيقة. انا فاشلة فاشلة فاشلة. خلاص 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 ماما. خلاص بس فشل ذريع. افهم بس، اهدي يا ماما اهدي. ايه المشكله يا نمنم؟ اساليها هي عندك هتقولي. انت بقى بتعيط مش عارفه ترد عليا. خلاص خلاص ما تزعليش، دي منهاره. فاكره نفسيها مطربه وعايزه ترنم. قال صوتها وحش لشاذ. انا مش هشترك في المسابقه. على فكره على فكره انا كنت سامعه صوتك من بره، وعلى فكره بشويه تدريب هتبقي هايله. ايه ده صوت عامل زي الحنفيه اللي ما فيهاش ميه. يا اخي بس خليك في نفسك. هي محتاجه تتدرب شويه تدريب، تسمع كويس، تكرر كويس، وتدرب صوتها وهتبقى احسن اكيد. هي عندك، دربيها لما نشوف. هدربها طبعا. اوعي تزعلي يا بونبوني. لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. ولا حياه مع صوت بونبوني. لا حرام عليك، بتقول كده ازاي بس؟ خلاص بونبوني. أيوة. لازم تبطلي عياط عشان نتدرب ونبقى احسن. اوكي ونبقى أوكي. نسمع نمنم النتيجه النهائيه لما نشوف. بصي يا بونبوني، هقول حته صغيره من الترنيمه. أيوة. اسمعيها كويس. أيوة. وقولي ورايا. اوكي ماشي موافقه. بتمر ساعات وثواني، بتمر ساعات وثواني. ثواني اهو شفتي. ثواني ثواني بتاعت الساعه. ثواني نمنم من فضلك ما تعلقش دلوقتي. انا هسكت خالص. اصبر اصبر. تاني. بتمر ساعات وثواني، بتمر ساعات وثواني. برافو. قلبي شكرا. بيفرح من تاني. قلبي بيفرح في ثواني. قلبي بيفرح من تاني. سوري معلش اتلخبطت. نركز. حاضر حاضر. قلبي بيفرح من تاني. قلبي بيفرح من تاني. علشان ربي فداني وساكن قلبي يسوع. علشان ربي فداني وساكن قلبي يسوع. برافو. شفتي ازاي؟ شفتي شفتي حبيت الحته اللي في اخر دي من عندي. على فكره في امل كبير كبير كبير. في امل يا لولو؟ يعني ممكن اشترك في المسابقه؟ طبعا. بصي بقى. أيوة. التدريب التدريب بينفع معاكي جدا ومع اي حد بصراحه. انا هروح وارجع لك تاني. اوكي ماشي. وانا هتمرن لوحدي على بال ما تيجي زي ما انت. اوكي اوكي انا شاطره انا شاطره. الله.
بتمر ساعات وثواني، قلبي بيفرح من تاني علشان ربي علشان ربي فداني وساكن قلبي يسوع. هقولها مرة كمان، بتمر ساعات وثواني، قلبي بيفرح من تاني علشان ربي فداني وساكن قلبي يسوع. برافو! ايه الحلاوة دي يا بونبوني؟ عامله ايه؟ وحشتيني الاول. وانتي كمان جدا جدا. ايه الحاجات اللي انا سامعاها الحلوه دي؟ بصي انا بتمرن علشان لولو قالت لي ان انا صوتي حلو وان في امل وممكن تسمعني وكمان تخليني اشترك في المسابقه. فعلا؟ ايوه. انا سامعه طبعا من بره الصوت جميل وكل حاجه، بس يعني اعتقد محتاجين نتمرن شويه على الالفاظ واللحن وكده، بس بصراحه يعني الصوت بدايه جميله جدا يعني. طب ممكن تساعديني يا اليكس؟ اكيد طبعا، يلا بينا. يلا بينا. قولي يلا. بتمر ساعات وثواني، ايوه، قلبي بيفرح من تاني. برافو. علشان ربي فداني وساكن قلبي يسوع. ثانيه بس، براح. اولا افردي ظهرك. ايوه اهو. ايوه وساكن قلبي يسوع. وساكن قلبي يسوع. برافو، من غير الفايبريشن الفظيع ده يا بومبوني. ماشي، بالراحه تاني. ماشي. وساكن قلبي يسوع. وساكن قلبي يسوع. برافو يا بومبوني، برافو. شكرا شكرا. تفتكر يا لولو ممكن بومبوني تشترك في المسابقه فعلا؟ طبعا. انا عايزه اقول لك، لما قعدت اشجعها وناس تانية شجعتها قعدت تتدرب وصوتها اتحسن، اكيد ممكن تشترك في المسابقه. يعني انت عايزه تقولي ان التشجيع هو السبب؟ طبعا، اي حد بيتشجع يقدر يعمل احسن. انا هحكي لك على حاجه من الكتاب المقدس. انت عارف واحد مهم ومشهور قوي اسمه بولس الرسول؟ بولس الرسول ده اللي كان بيصطاد؟ لا، ما كانش بيصطاد. افتكرته، ده اللي طلع فوق شجرة الجميز. لا ده زكا، انت ملخبط خالص. استنى بس، استنى انا هحكي لك. بولس الرسول ده اتقابل مع الرب يسوع وغير حياته، وكان بيعرف حاجات كتير قوي، وقعد يكتب رسائل وجوابات لكنايس والناس عشان يشجعهم على الإيمان بالرب يسوع. وكان في واحد هو بيخلي باله منه، كان تلميذه اسمه تيموساوس. اسمه ايه؟ تيموساوس. تيموساوس؟ تيمو ثاوس. ممكن ندلعه نقول له يا تيمو؟ ممكن نقول له يا تيمو. فكان بيبعت له رسائل مهمة قوي. كان بيقول له ايه؟ بيقول له أنا بفكر فيك على طول، أنا عايز أشجعك إنك تكمل إيمانك بالرب يسوع. عارف زي ما يكون واحد كده بيجري في السبق وحد بيقول له أيوة يلا أنت ممكن توصل. اتقدم. اتقدم يا تيمو. أيوة اتقدم يا تيمو. فبولس الرسول كان بيبعت لتيموثاوس الرسائل دي، وأنا متأكدة إنه فرقت معاه قوي، مع إن تيموثاوس كان صغير. بيقول له ما تخليش حد يفتكر إن أنت صغير وما تقدرش تعمل حاجة، لا أنت ممكن تبقى بطل في الإيمان. وعايزة أقول لك حاجة كمان على الرب يسوع. كان في واحدة من بلد اسمها السامرة، فكانوا بيسموها السامرية. السامرية دي كانت محدش بيحبها ومش بتتكلم مع حد. عارف ليه؟ ليه؟ كانت عايشة في خطية وحياتها ملخبطة على الآخر، بس لما تقابلت مع الرب يسوع وكانت بتتكلم معاه فسألها سؤال وجاوبت صح، فقال لها برافو عليكي أنت جاوبتي صح. حتى لو هي حياتها كلها ملخبطة وملهاش أصحاب قوي، الرب يسوع لقى حاجة يشجعها عليها، فحياتها اتغيرت بسبب ترحيب الرب يسوع وقبوله ليها. وراحت قالت لكل البلد بتاعتها أنه في واحد قال لها كل حاجة عن حياتها وغير حياتها. يعني عشان الرب يسوع ما قالهاش انت وحشه انت ما تنفعيش، وشجعها عشان هي قالت اجابه صحيحه، عشان كده هي اتغيرت. بالظبط، يعني مش زي ناس كانوا عمالين يتريقوا ويقولوا لها مش هينفع وكل الكلام اللي بيتقال ده اللي انت عارفه كويس. ده اسمه تشجيع سلبي. ده مش تشجيع خالص. تشجيع نقد بالنقد.
قصدي يا ابني شخص همم. يا حبيبي يا حبيبي، ايه الكلام الكبير اللي بتقوله ده؟ كل اللي عايزين نقوله يعني يا نمنم، ويا ريت تركز في اللي انا عايزه اقوله عشان يفرق هنعمل ايه معاها. انا عشان نساعدها. انا مركز. بتمر ساعات وثواني قلبي بيفرح من تاني. ايه ده؟ ايه الصوت الحلو قوي ده؟ شفت بقى مين بقى يا ترى؟ حذر فذر. الصوت اللي فيه بقى خجن ده اكيد الفنانه القديمة القديرة أم برسوم. أم برسوم مين بس؟ أو أنت مش حاسس إن الصوت حد صغير أساساً يعني؟ حد صغير. أيوة دي أكيد نيفين فكري. مش ممكن تكون مش عارف الصوت ده، مستحيل. دي بونبوني. أيوة دي بونبوني. شوف الله يا كيمو، إيه الصوت الحلو قوي ده؟ طب كيمو مين؟ ده واحد صاحبي. ايوه اللي بيرنم بونبوني مش كيمو. ايوه بونبوني انا عرفتها، صوتها جميل بس مش معقول. ايه بونبوني صوتها وحش؟ لا بس بونبوني اتشجعت واتدربت واشتغلت على صوتها وبقت احسن.